تشارك جامعة الإمارات في النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، حيث تهدف مشاركة الجامعة في تعزيز السمعة الدولية للجامعة باعتبارها جامعة للمستقبل تقدم الحلول العلمية والابتكارات للتحديات التي يواجهها المجتمعات. كما نهدف من هذه المشاركة إلى إبراز الإنتاج البحثي والتعليمي لأعضاء التدريس والباحثين والطلبة، ونساهم أيضا في تعزيز تواجد الطلبة في هذا الكونغرس العالمي للإعلام لأنه منصة عالمية تساهم في تقديم المهارات المطلوبة لسوق العمل. لذلك تواجد طلابنا مهم جدا في هذا المنتدى لإكسابهم المهارات التي يحتاجوها لسوق العمل المتغير والمتسارع، وإكسابهم بالمهارات المستقبلية ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمع الإمارات للخمسين سنة القادمة.